الى اين يتجه العمل البرلماني في ظل ما جرى الاربعاء في مجلس النواب وكيف ستتعامل قوى الرابع عشر من اذار مع الموضوع تقرير هيثم خوات مره جديده يدخل مجلس النواب ومعه العمل التشريعي البازار السياسي القائم في البلاد وهذه المره من خلال محاوله فريق الثامن من اذار الالتفاف على قرار قوى 14 اذار مقاطعه عمل المجلس من خلال دعوات لانعقاد اللجان النيابيه غير صادره عن رئيس المجلس او رؤساء اللجان كيف ممكن مقرر ياخذ قرار بوجود الرئيس اللي اخذ موقف بعدم الدعوه للجنه كيف بده ياخذ القرار عن الرئيس بدعوة اللجنة ودعوة الانعقاد وقيم بعمل اللجنة بغير رئيسة هل أنه تعذر على رئيس اللجنة القيام بدوره؟ سؤال رئيس اللجنة لم يتعذر عليه قيام بدوره وإنما رئيس اللجنة اتخذ قرار بعدم دعوة اللجنة هل أنه بحال لم يتخذ الرئيس رئيس المجلس أو رئيس اللجنة قرار بعدم بدعوة اللجنة أو دعوة المجلس كرئيس مجلس هل يحق لنائب الرئيس أو المقرر أن يدعو عنه خلافا لرأيه؟ خلافا لرأيي وهذا المهم لانه كلمه تعذر يعني تعذر الاسباب خارج عن يعني ارادته بينما ما شو اللي صار عدم دستورية هذه الدعوة لا يمكن تفسيرها إلا في إطارها السياسي يؤكد النائب بطرس حرب الذي يأسف للطريقة التي يتعامل بها الفريق الآخر مع مجلس النواب عم يلتفوا علينا بهذه بهكذا نوع من الممارسات اللي هي أولا مرفوضة نحن ما فينا نوافق على يوم ضرب للنظام مثل ما قلت وثانيا لن تؤدي الى نتيجه لانه هذه الممارسات ستصطدم باجتماع المجلس النيابي بالهيئه العامه سياسته كسر كل الاعراف الدستوريه سياسته كسر كل القواعد البرلمانيه الديمقراطيه سياسته ممارسه مبدا الغلبي والقوي على الفريق الاخر غير المسلح سياسته خروج على القواعد الدولية وعلى الاصول وعلى الامن وعلى القانون وعلى الدستور سياسته معروف لذلك هيك نحن عم نقول ما هيك ممكن نبني بلد ولا هيك ممكن نبني دوله نحن عم ندمر الدوله لنا في هذا الوقت تبدي مصادر قوى 14 اذار اسفها للدعوه الصادره عن رئيس مجلس النواب نبيه بري للانعقاد في السابع والعشرين من الجاري للقاء الرئيس الارميني في ساحه النجمه بحضور الحكومه وتشير هذه المصادر إلى أن القصد من دعوة الرئيس الأرميني إلى مجلس النواب هو إحراج قوى 14 آذار وإظهارها غير مكترثة للضيف الزائر